صدمة مرعبة، أشلاء آدمية تثير الرعب في الشارع والأمن يكشف التفاصيل. ومفاجأة كبرى، مصر تقوم برصد أكبر ميزانية في تاريخها للمياه. وعاجل الجيش المصري يتألق في السماء بأحدث مقاتلات القوات الجوية. وبيان عاجل مشترك بين الجيش المصري والجيش الروسي، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وننشر تفاصيل قيام ممرضة بإنقاذ 8 أطفال من موت كارثي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ومفاجأة كبرى، مصر تقوم برصد أكبر ميزانية في تاريخها لمياه النيل. كشفت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر إيمان السيد عن رصد أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الري لمياه النيل. وأشارت رئيسة قطاع التخطيط بالوزارة إلى دعم الدولة المصرية لجهود وزارة الري عن طريق رصد أضخم ميزانية التي بلغت أكثر من 1,300,000,000 جنيه. كما تحدثت عن أسبوع القاهرة للمياه، وأوضحت أن وزارة الري تنفذ العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تأهيل السوائي والترع بتكلفة تتجاوز 80,000,000,000 جنيه، تستهدف 20,000 كيلومتر على مستوى المحافظات، ومشروع مصرف كيتشنر بإجمالي طول 69 كيلومتر لخدمة 1,000,000 مواطن في مناطق الدلتا، ومشروع بحر البقر الذي يعد أكبر محطة معالجة لمضاعفة عملية إعادة استخدام المياه لأربع أضعاف لترتفع لـ 42% بدلا من 34%، بالإضافة لاستكمال مشروع توشكا الصرف المغطى ومشروعات استكمال المرحلة الثالثة من حماية السيول. وتابعت هذه أضخم ميزانية في تاريخ وزارة الري، حيث بدأت الدولة زيادة المخصصات المالية للوزارة لأن الملف المائي أخذ وضع الأولوية. والدليل على ذلك أن في العام المالي الحالي دعمت الدولة الوزارة بأكثر من 1,300,000,000 جنيه. مصدر معانا كامل مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا. وصدمة مرعبة، أشلاء آدمية تثير الرعب في الشارع والأمن يكشف التفاصيل. تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر من كشف لغز العثور على أشلاء شخص عبارة عن قدمين والنصف الأسفل لرجل في نطاق اسم إمبابة والوراء، وتبين أن عاملا وراء قتل شقيقه بمبابا. التحريات كشفت أن مرتكب الواقعة حلاق له معلومات جنائية ومقيم بمبابا، حيث عثر الأهالي على كيس بلاستيكي أسود اللون بداخل أجزاء آدمية، ساقين لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم. ألقى قوات الأمن القبض على المتهم واعترف بأنه قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثورة عليها الشقيق الأكبر حلاق مقيم بذات العنوان، حيث أنه يمر بضائقة مالية، فلجأ لشقيقه المجني عليه وطلب مساعدته إلا أنه رفض الأمر. أوضح أن شقيقه أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله، فعقد العزم على قتله حيث غافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء، وأرشد المتهم عن أماكن باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة 2 سكين وحبل بلاستيك والمسروقات مبلغ مالي وهاتف محمول، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه. مصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا من المؤسف أن احنا يعني نسمع أخبار زي دي، ولكن تحرك الأمن المصري لضبط المتهمين ولمحاسبة الجاني ده شيء مهم جدا عشان نحافظ على الأمن والسلم في مصر.
ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الجيش المصري يتألق في السماء بأحدث مقاتلات القوات الجوية. نفذت القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوي مشترك بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام تراز ميراج 2000 والرافال وإف 16 المصرية. وفقا لبيان الجيش المصري، تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التذوب بالوقود في الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية تراز MRTT. الجيش المصري أوضح أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في ثقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية للجيش المصري. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. بخصوص الجيش المصري، بيان عاجل مشترك بين الجيش المصري والجيش الروسي، وترأس وزيرا دفاع روسيا ومصر سيرغي شويغو وأحمد زكي الاجتماع السابع للجنة التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا، حيث تمت مناقشة التعاون العسكري بين مصر وروسيا. ورحب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالوفد المصري، أكد أن موسكو تقدر تطلعات القيادة المصرية لتطوير العلاقات الشاملة مع روسيا. وضح أن مصر شريك موثوق لموسكو في إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع الروسي أن مصر وروسيا أظهرا تشابها في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتابع: من المهم أن نواجه بشكل مشترك هذه التهديدات، ونحن مصممون على مواصلة التفاعل النشط مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لفت وزير الدفاع الروسي الأنظار إلى ديناميكيات الاتصال الروسية المصرية التي لا تزال على مستوى عال، وأعرب شويغو عن رغبة روسيا في مشاركة الزملاء المصريين في منتدى الجيش 2021 وفي ألعاب الجيش الدولية التي تعقد في روسيا كل عام. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وننشر تفاصيل قيام ممرضة بإنقاذ 8 أطفال من موت كارثي. تمكنت ممرضة مصرية من إنقاذ 8 أطفال رضع من موت كارثي بعد انقطاع وتوقف الأكسجين داخل حضانة خاصة بمدينة قنا بصعيد مصر. وفقا لوسائل الإعلام المصرية، صممت الممرضة على الاستمرار في إنقاذ الرضع رغم إصابتها بضيق تنفس داخل غرفة الحضانة. وقالت شادي حسين الممرضة بإحدى المراكز الطبية المخصصة للحضانات إنها كانت تعمل عملها الطبيعي يوم الوقعة، حيث فوجئت بحدوث انفجار لمنظم شبكة الأكسجين داخل الحضانة، مما تسبب في توقف وانقطاع الأكسجين عن 9 رضع كانوا محجوزين بالحضانة. وأضافت أنها بعد انقطاع الأكسجين أصيبت بحالة من ضيق التنفس والدوخة نتيجة نقص الأكسجين، ولكنها أصرت على إنقاذ الأطفال من نقص الأكسجين ومنع دخولهم في مرحلة الخطر، مشيرة أنها قامت بإنقاذهم بمساعدة زميلة لها وشباب المنطقة حتى تم إنقاذ جميع الأطفال، مؤكدة أنها أصيبت بحالة إغماء بعد إنقاذهم ووصولهم إلى الحضانات الأخرى، مشيرة أن الرضيعة الوحيدة التي توفيت كانت محولة من مركز ديشنا نتيجة معاناتها من نقص الأكسجين. مصدر معانا كان من مصر اليوم: ربنا يرحم يا رب الطفلة الرضيعة اللي توفت ويجعلها شفيعة لأهلهم إن شاء الله يوم القيامة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومتهم واعترافات حول القبض عليه قبل سفره إلى سوريا. عاقبت محكمة مصرية المتهم محمد عبد الفتاح أحمد الشهير بأبو حذيفة بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية أحرار الشام. أدلى المتهم محمد عبد الفتاح أحمد الشهير بأبو حذيفة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وتبين أنه يبلغ من العمر 34 سنة ويملك محل أحذية، متزوج ولديه 4 أبناء
وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية. وقال المتهم في اعترافاته إن الالتزام الديني هو الالتزام بأداء الفروض والمحافظة على النوافل. ردد: أنا الحمد لله ملتزم دينيا وبصلي في المسجد من حوالي 10 سنين، وأنا ما كانش ليا أي نشاط سياسي إلا بعد الثورة، انضممت لتيار حازم صلاح أبو إسماعيل ومنحت صوتي لحزب النور في الانتخابات البرلمانية. وعن علاقته بالمتهم هشام أحمد أبو أسيا المصري قال: أنا عرفته لما كنت في الطيار بتاع حازم صلاح، وهو أصلا الشغل بتاعه جنب شغلي، وكنا دايما بنتقابل في المناسبات السياسية التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل. ومن حوالي سنة أو سنة ونص قبل القبض عليا بدأنا نهتم بفكرة الجهاد في سوريا ضد نظام الأسد. متهم تابع وقال: أبو أسيا كان بيجي يقعد معايا في المحل ويفرجني على فيديوهات للي بيحصل في سوريا ويكلمني عن ضرورة الجهاد هناك. أشار إلى أن أساس الفكر كان الدين الإسلامي ومبدأ الجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين من أهل سوريا، وكنا بنفكر أنا وهو إزاي نسافر على سوريا. المتهم قال إن أبو أسيا كان قال لي إن في 3 من جيرانه وأصحابه سافروا قبل كده سوريا، وإنه هيعرف يدبر لينا فكرة السفر، وفضلنا نتكلم في فكرة السفر لكن ما دخلتش حيز التنفيذ بالنسبة لي، وأنا لو كنت سافرت كنت هروح حركة أحرار الشام، بس أنا الفكرة ما كانتش هتنفعني عشان خاطر ظروفي العائلية. المتهم أبو حذيفة أضاف: اللي عرفوا أن حركة أحرار الشام فصيل من الفصائل التي تجاهد ضد نظام بشار الأسد في سوريا، واللي عرفوا عنها كمان أن في حركات تاني تشاركها الجهاد زي جبهة النصرة وصقور الشام وداعش، والأخيرة كانت بتحارب معاهم وبعدها بقت ضدهم، وانا ليا بعض الاعتراضات على النظام المصري. والمتهم قال: انا اعتراضي على الامور الاقتصاديه في البلد. واما عن المتهمين في القضيه فقال المتهم: معرفش حد فيهم، انا فعلا كنت عاوز اسافر سوريا مع حركه احرار الشام علشان اجاهد بس معرفتش، واتمسكت من قدام المحل بتاعي وانا ما انضمتش، بس انا كنت بفكر اني اسافر وقتها بس ما سافرتش. طبعا دي تصريحات يعني محمد عبد الفتاح الشهير بأبو حذيفة، مصدر معانا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وخبر أخير معانا: واتحاد الكرة المصري يشكل لجنة لتسليم درع الدوري للزمالك. قررت اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لتجهيز درع الدوري المصري الممتاز بعد استلامه من النادي الأهلي لتسليمه لاحقا إلى نادي الزمالك. ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا مع الرعاة إمكانية تسليم الدرع للزمالك أمام فريق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في ختام الدوري. وخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة لاستلام درع الدوري، وتوجه وفد من اتحاد الكرة لمقر النادي الأحمر بالجزيرة وتسلم الدرع بشكل رسمي، فيما أكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تم نشره حول صدور قرار بإيقاف الحكم الدولي محمد معروف بداعي احتفاله بالهدف الثاني في شباك الانتاج وإحالته للتحقيق. أوضح مسؤول الاتحاد أن الحكم محمد معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثاني كما تم نشره، وأن القفز كان قبل دخول الكرة مرمى الانتاج الحربي، وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، وهو تصرف طبيعي من الحكم. وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدوري هذا الموسم على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 33. حسم الزمالك لقب الدوري رسميا و13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني 6 نقاط. مصدر معانا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، والف مبروك لنادي الزمالك. وجينا مع بعض لنهايه نشره الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم. لو حضرتك استفدت من الاخبار يا ريت تعمل مشاركه للفيديو على صفحتك الشخصيه او في المجموعات، وتعمل متابعه ضغط على زرار المتابعه الازرق فوق الفيديو، وتعمل لايك للفيديو عشان تدعمنا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معكم اسلام وابنوب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.